الكلمة وفقا للمادة 66 من النظام الداخلي للمجلس. طلب أخذ الكلمة بمقتضى الفصل 66 من النظام الداخلي السيد محمد مصطفى الإبراهيمي عضو الفريق الاشتراكي. سي مصطفى. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، لقد علمنا ببالغ التأثير وفاة الرضيعة كوثر أنوار وهي في الشهر الثاني من عمرها، على إثر تلقيها يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2008 بمركز طبي بقرب الكريان التي تسكنه بالحي المحمدي الجرعة الثانية للتلقيح الرباعي المضاد لأمراض الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وأنفولوزيا، حيث تدهورت حالتها على إثر هذا التلقيح ونقلت يوم الجمعة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، وهناك عاين الطبيب حالتها الحرجة وأمر بنقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك رغم ما بذله الأطباء من جهود. وسلم المستشفى لوالدي الضحية شهادة ترجع الوفاة إلى أسباب طبيعية، في حين شهادة أخرى تثبت وفاة الرضيعة بسبب مرض الميننجيت. إن واقعة تسليم شواهد طبية متناقضة لا يهمنا بقدر ما يهمنا تزامن وفاة الرضيعة بالإصابات الخطيرة التي أدت إلى عاهات مستدامة لمجموعة من الرضع بالمدينة القديمة وبالضبط في درب الإنجليز، وأن تزامن وفاة الرضيعة كوثر بالإصابات التي أدت إلى إعاقة الرضع المدينة القديمة وضعية جد خطيرة تستدعي لا فحسب إحاطة المجلس بها وبخطورة تداعياتها إذا قدر الله، بل أيضا شكرا سيدي تاع الوقت جوج دقائق لا كذلك. دائما في طلب الكلمة في إطار المادة 66 الكلمة للسيدة النائبة فاطمة بن الحسن. سيدة النائبة فاطمة بن الحسن، ندوزو الموالي. دائما في هذا الإطار كلمة الأستاذ النائب مصطفى إبراهيمي. كاين؟ شكرا السيد الرئيس. لا زالت مياه الفيضانات تغمر جل أحياء مدينة السعيدية، وذلك منذ أكثر من 3 أشهر. ومن بين هذه الأحياء هناك الإخاء والرمال وملوية والوفاق وغيرها، ويتراوح منسوب المياه من 15 سنتيمتر إلى متر واحد، كما هو الشأن بدوار ولد حمان. أما المدرسة التابعة لهذا الدوار فالدراسة انقطعت بها والمنسوب المياه وصل إلى 50 سنتيمتر. كذلك الإعدادية يجبر التلاميذ على سلك مسلك خشبي وفي بعض الأحيان بالعنف، وبعد التساقطات الأخيرة أغلقت هذه الإعدادية، والإعدادية والمدرسة هما المؤسستان الوحيدتان في مدينة السعيدية للتعليم. وهذا يفند الادعاءات ديال الحكومة اللي كتقول باللي صافي رقدات على الآثار ديال الفيضانات. وأمام هذه الكارثة قام المجلس البلدي باقتناء 2 ديال المحركات لضخ المياه بصبيب ضئيل يستوجب 6 ديال الأشهر أو أكثر لتجفيف المدينة. أما السلطة الوصية فهي تتفرج وتكتفي فقط بخطاب ديال الطمأنة، وكتقول باللي راه كاين واحد الصفقة عمومية ما قد عقدت من أجل معالجة مياه الأمطار. ولم تقم هذه السلطة سواء محليا أو على صعيد الولاية إلا بخدمة مشروع فضيزة
للسواح المفترضين وخلات السكان الحقيقيين الآن كيغمرهم المياه. وهذا المشروع الذي يعتبره المتتبعون سبب في هذه الكارثة، لأنه يشكل سدا مانعا لجر المياه سواء نحو واد ملوية أو البحر. وكذلك قضت هذا المشروع على 300 هكتار من الغابة، وهذا ما شكل أثر على إيكولوجية المنطقة. شكراً كما أن المجلس ساهم بإعطاء التراخيص وتواطأ مع المفسدين العقاريين في الأودية وكذلك الجزئات. وشكرا. ندوزو دائما بطلب الكلمة في إطار المادة 66 نائب عبد الواحد بناني. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤسفني أن أحيط المجلس علما وأنقل إليه معاناة المواطنين مستعملي القطار في أسفارهم من تكرار تأخرات وعدم احترام الأوقات والمواعيد المبرمجة، مما يؤدي إلى اختلالات كبيرة في التحاق المواطنين بمقرات عملهم أو الإدارات والمؤسسات التي كانت وجهة سفرهم. وهذا من شأنه كما تعلمون أن يفوت على المرضى مثلاً مواعيدهم في المستشفيات، أو على الموظفين التحاقهم بعملهم في الوقت المحدد إلى آخره. وأمام تكرار هذه الظاهرة واستياء المواطنين من هذه التأخيرات وغيرها من الظروف الغير العادية التي يعاني منها مستعمل القطارات من اكتضاض وضعف للنظافة والتكييف، نطالب المسؤولين على هذا القطاع باحترام المواعيد وتقديم خدمات لائقة للمسافرين، عوض الخوض في الإفراط في الإصلاحات ديال الواجهات المحطات وتبديل الأموال في زخرفتها، وكذلك عوض الإنفاق الأموال لاقتناء قطارات غير متلائمة مع خطوطنا الحديدية، مثل ما حصل في صفقات القطارات الإيطالية اللي كلكم تتعرفوها، ولا ندري ما سوف تتمخض عنه صفقة التي جي في المكلفة التي كان من الأنسب أن يحل محلها تعميم القطارات على مجموع تراب المملكة، وبالتالي إنصاف الجهات التي تفتقد للخطوط السكك الحديدية كالجنوب مثلا، مساهمين بذلك في الاستجابة للخطاب الملكي بخصوص المفهوم الجديد للجهوية. شكرا سيد النائب محترم. دائما في نفس الإطار الكلمة للسيدة النائبة نزهة الوافي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. أريد إحاطة المجلس الموقر علما بالملتقى الأول للمغربيات المقيمات بالخارج الذي تم تنظيمه من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج لتم 19-20 دجنبر. مما لا شك فيه أن هذا اللقاء هو مهم، خصوصا وأنه تم فيه حضور النخبة المغربية بالخارج، النخبة النسوية بالخارج، وكذلك عموم الجالية النسوية. هذا له أهمية بالغة، إلا أنه في هذا الملتقى احنا كنتفاجئوا أن هذا الملتقى ابتعد عن ما سطر لهذا الملف عموما ديال تدبير الجالية بالخارج، وتم ما سطر له كذلك ابتعد في حقيقة الأمر حتى عن الرسالة السامية الملكية التي أكدت عن ضرورة ربط مغاربة الخارج ومغربيات الخارج بهويتهم وثقافتهم ومقومهم اللغوي. ما حصل أن أولا عدم احترام المقوم اللغوي أولا، بحيث أنه تم استعمال لغة أجنبية، وهذا أدى أن مجموعة من اللي هي اللغة الفرنسية، وهذا أدى أن مجموعة المغاربه القاطنين في دول كالسويد وكاسبانيا والولايات المتحده وبريطانيا لم حد من تعبيرهم اموال، ولم ثم ما اداش باش يشاركوا في الملتقى بشكل جيد. ثانيا ثم لوحظ التوظيف للاسف الشديد الايديولوجي والاقصائي، حيث ان تم اقصاء مجموعه من الفعاليات الوطنيه. ونتساءل في هذا الاطار ثالثا عن عدم يعني استدعاء النائبات البرلمانيه عموما، بما ان هذا الملف كيهمنا جميعا كمغاربه والنائبات
يسموا نائبة الأمة، وكذلك خصوصا نائبة ديال اللجنة الخارجية لأنهم كيتابعوا بصفة مباشرة هذا الملف ديال تدبير الجالية المغربية بالخارج. ثم النقطة الرابعة اللي بغيت نشير في هذا الإطار هذا في هذا الملتقى وللأسف الشديد هو امتعاد واستياء عدد كبير من النساء المشاركات ومن بعض المشاركين في مصادرة الحق ديال التعبير العلمي في بعض الورشات، بحيث أنهم ما استطاعوش يتساءلوا على بعض الأمور اللي كتخص الإشكالية ديال الهوية ديالهم بالخارج وهم في بلدية من المغرب، لدرجة أن واحدة قالت أني كنقدر نعبر خارج بلادي بكل حرية وفي بلادي ما قدرتش نعبر على المسائل اللي هي أساسية بالنسبة لي. وكنأكدوا أن هذا الملف هو ملف تشاركي ديال جميع المغاربة والبعد الإقصائي والإيديولوجي. سيدة النائبة شكرا. دائما في نفس الإطار كلمة للسيد النائب المحترم إدريس السنتيسي. شكرا سيد الرئيس. أتناول الكلمة لإحاطة المجلس علمان وأغتنم فرصة تواجد أعضاء من الحكومة للحديث عن موضوع مستعجل جدا. هذا الموضوع تهم واحد أكثر من 3000 عاملة وعامل في قطاع النسيج اللي تم الطرد ديالهم في مدينة سلا مؤخرا، وهذا راجع الأزمة المالية اللي تعرفها الجميع. إلا أن الخطير في الأمر هو أن هاد 3000 غتصبح ربما 5000 في نهاية هذا الشهر. فأغتنم فرصة التواجد معنا السيد وزير العلاقات العامة والاقتصادية المحترم واللي دائما تيتجاوب معنا ودائما بإيجاب باش نفكروا جميع في إيجاد حل اللي يمكن يوقف هذا النزيف. مدينة سلا عانت الأمرين وعندها تجربة كبيرة في هذا المشكل. راه سابقا فقدنا أكثر من 500 ألف فرصة عمل في الزرابي. هاد النساء وهاد البنات هما اللي تحولوا وتكونوا في قطاع النسيج، ودابا حتى هاد الخياطة ما بقاتش. 3000 ربما غتصبح 5000 ويمكن تمشي أبعد. ما العمل؟ أنا أظن بأن من خلال اللقاءات والاتصالات اللي كانت مع المسؤولين على هذا المحلات يقولوا على ان الابناك يمكن يعاونوا، عندهم مسؤوليه في هذا الباب. هذا الابناك اللي ربحوا هذه السنه على حساب الارقام اللي تقدمت في اللجنه اكثر من 900 مليار سنتيم. المطلوب منهم هو يخفوا وما يخافوا شيء من هذا الصناع، هذا الصناعيين اللي هما في حاجه لسيوله والابناك رافضه تعطيهم هذه السيوله، ما عندهمش باش يخلصوا هذ العمال طردوهم. فتنتقدموا وتنترجاو من الحكومة باش تطلب منهم من جهة باش يخفوا شوية على الناس، من جهة أخرى باش يعطيو إمكانيات عبر قروض، وهذا ما يمكن له يدار إلا بتدخل نتاع الحكومة فوائد ممكنة وبأجال معقولة. سيد نائب رئيس شكرا. حتى الا سمحتوا ما كاين دابا هذا ما كاين لا تلفزيون لا والو، هادشي دابا غير بيناتنا فما كاين. باسي ما تقلقش. فاذا تنطلبوا من الحكومه الله يجازيكم بخير. عرفتي الا تقلقتي انت لا ما تقلقش عليك، وشوفوا من المعارضه الا تقلقتي باش تطلبوا من الحكومه فقط باش تدخل وتطلب من الابناك باش يخفوا على الناس وينزلوا السعر نتاع الفائده، واش خليتينا احنا مازال ما نكونوا صح. شكرا.